يسعد مساءكم، معكم جورج كرداحي من برنامج من سيربح المليون. معنا اليوم ضيف مميز، كثير مميز، السلطان الحاكم بأمر الله، مالك مسجد الحاكم الذي بدأه أبوه سنة 1013. كيفك زلمة؟ الحمد لله. الحمد لله. كيفك يا حاكم؟ كتير منور البرنامج حبيبي عم جورج. والله أنا كويس الحمد لله، وهذا بنورك أكيد يعني. طمني عنك وطمني عن أهلك. أو الحمد لله كويسين. أنا المدام بتاعتي النهاردة مش هفافة هذا البرنامج أصلا يعني. الجمهور بده يعرف يا حاكم، ليش شاركت في هذا البرنامج وليش بدي تربح بالمليون؟ والله جورج الموضوع complicated يعني. أنا أبويا العزيز هو بنا مسجد، انا عايز اكمل البناه وكده يعني. فانا جيت اخد اكسب البرنامج يعني، عشان عايز افوز اكمل البناه والتجديد بتاعه كده. طب جاهز نبلش البرنامج؟ انت جاهز؟ جاهز تربح المليون؟ جاهز. قبل ما نبلش البرنامج بدي اشرح لك كيف هنمشي. عندك 4 أسئلة، عندك 3 وسائل مساعده. اول وسيله تحذف اجابتين، ثاني وسيله تستعين بالجمهور، ثالث وسيله تستعين بصديق. وإن نجحت في الجواب على ال4 أسئلة ستفوز بالشيك بمليون دينار. حاكم، السؤال الأول، متى بلش بناء مسجد الحاكم؟ 1 2020، 2 996، 3 1950، 4 2050. جواب نهائي. استنى الشاب اللي جاوب. إجابتك صحيحة. برافو حكومي. مبروك يا حاكم، معك 250,000 ريال. بدي تخش على السؤال الثاني؟ طبعا يلا. السؤال الثاني، بديك تقول لي مساحة مسجد الحاكم. 1 200 سنتي، 2 14,000 متر مكعب، 3 100 ميل، 4 5 سنتي. سؤال صعباني ده جوش، سؤال صعباني جدا. شو بك يا زلمة؟ روق حالك. وانا شكك في 200 ميل، بس يعني مش عايز اقول الاجابه غلط. استعين بصديق. بص يا زلمه، انت عندك 3 وسائل مساعده، ممكن تحذف اجابتين، ممكن تستعين بصديق، ممكن تستعين بالجمهور. فكر كويس. لا انا الاختيار ان انا استعين بصديق، وصديق مقرب ليا جدا بدر الدين، استعين بيه، هو ممكن يساعدني في حاجه زي دي. قرار نهائي. توكل على الله يا جورج. مع مين راح تحكي؟ بيبو ده 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 البيست فريند بتاعي يعني. مين بيبو ده؟ بدر الدين الجمالي. لازم اعرفك عليه، ده عنده شويه خطط، عنده خطط والله زي الفل. عايز يعني بيوضب معايا المسجد وكده، وعايز يدخل بقى المسجد جوه سوق القاهره الاول. الو يا حكوم. ايه يا اسطى؟ بقول لك ايه، انت فاضي؟ فاضي يا حبيبي، امورني. انت فين كده؟ انا بس في سؤال واقف فيه، عايز استعين بيك يعني وتجاوبني على السؤال ده، ممكن؟ يا راجل انت في برنامج دلوقتي، انا على التلفزيون دلوقتي. مساحه المسجد كام؟ المسجد اللي احنا بنشتغل فيه يا ابني انت. مساحه المسجد هتبقى ان شاء الله 14,000 متر مربع. تمام كده، يلا بقى سلم لي على ميدو وسلم لي على الشباب. يلا طيب، اتوكل على الله بقى ونختار الاجابه. 14,000 متر، انا واثق فيه. جواب نهائي. ما بدك تختار 200 ميل؟ لا صعبه 200 ميل اصلا. ف وانا ده يعني ده صاحبي جدا يعني، انا واثق في اجابته جدا. 14,000. جواب نهائي. والله اجابتك صحيحه، معك 500,000 ريال. الله عليك يا بدر. الله يا بدر. والله يا ابني والله. هنطلع فاصل، انطرونا. يا
فيتامين كير لاكتوال ألوانها منتهى الجمال واستعمالها سهل بزجاجة التوزيع. فيتامين كير لاكتوال الصبغة الوحيدة بالفيتامين لاكتوال. I like it. لقد كنت أعاني من البشرة المجهدة وكنت أعاني من حب الشباب، لكن بعد أن استخدمت سكين كير روتين من المنتج الأصلي زي العلامة المائية أصبحت بشرتي كذابة. أوه لقد أصبحت بشرتي جميلة. وهلأ عدنا من جديد، معنا الحاكم مع 500 ألف ريال جاوب على سؤالين، والآن مع السؤال الثالث. إيش الفيتشرز المميزة في مسجد الحاكم؟ 1 المنارات، 2 المدخل، 3 1 و 2 4 ولا واحدة فيهم. مسجد الحاكم بأمر الله المعروف أيضا باسم الجامع الأنور شيد بناءه العزيز سنة 996 ميلاديا، ثم أكمل من بعده بناءه ابنه الحاكم وانتهى منه سنة 1013 ميلاديا. يتميز مسجد الحاكم أن له مدخل بارز مزخرف، وأنه له مئذنتين فريدتين من نوعهم، وهما أقدم مئذنتين متبقيتين من العصر الفاطمي. بدنا نكمل البرنامج. روق يا حاكم. اجابتك 1-2. جواب نهائي. جواب نهائي. اجابتك صحيح. بيب 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 أبو ميدو ميت لعيب. هلا نكمل يا حاكم. حاكم معه الآن 750 ألف ريال. بدي نكمل السؤال الرابع. جاهز؟ جاهز. أين يوجد مسجد الحاكم؟ 1 خارج سور القاهرة الأول، 2 داخل سور القاهرة الأول، 3 لندن، 4 القطب الجنوبي. انا فاضل لي كم وسيله مساعده عندك؟ ممكن تسال الجمهور، ممكن تحذف اجابتين. سؤال محير جدا، بس نحذف اجابتين. اجاباتك الان 1 خارج سور القاهره الاول، 2 لندن. طيب هي لندن، لندن صعب، لندن صعب يعني. الإجابة الأولى. جواب نهائي. جواب نهائي إن شاء الله. إن جاوبت هذا السؤال صحيح سوف تفوز بمليون ريال. لازم 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 أفوز عشان أكمل بناء المسجد. ف جواب نهائي. توكل على الله. إجابتك صحيحة. مبروك، فزت معنا المليون ريال. أنت من المتسابقين
المميزين، نحن نتشرف بوجودك معنا في برنامج من سيربح المليون، نتمنى وجودك مرة أخرى أنت أو العائلة. و ايه اللي بيحصل ده؟ عليا يعني كنت العراق شيعة، العراق شيعة فلسطين ماشي. اديها اديها انا كده راكب شاص، انا كده راكب شاص طالع على الصحراء عالبيتش معايا خروف، عالبيتش معايا خروف. مليون دولار من اخو زين يا اخويا، انا مع مليون دولار كانت شايف الدحالي لازم اديني. ابو العيال، ابو عيالي والله حكومي، ابو العيال بس اعرف ابو العيال مين جبتي بقى الثاني تفلو لي. السؤال الثاني نسيت. جواب نهائي؟ لا جواب نهائي. يلا الو يا حكوم. لا انا نسيت حاجات. 1400 متر مربع. 1400 ايه يا شايف اللعبه ايه؟ المسجد ان شاء الله تبقى 14 متر مربع. 14 ازاي يعني؟ ولا هنطلع فاصل انترونا. ريال جواب على سؤالين صحيح. نعم صحيح.